وللحديث عن انتفاضة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. سي شاهو مرحبا بكم. يعني في اليوم الخامس للانتفاضة، كيف تابعتم وتيرتها المتصاعدة؟ تحياتي لكم. صراحة في اليوم الخامس وأيضا مع قطع الانترنت والإجراءات القمعية الكبيرة التي تمارسها الأجهزة الأمنية وميليشيات الأحزاب الفاسدة، نرى أن موجة التظاهرات لا زالت تتوسع، وهذا يعني أنه لا يوجد أمل عند المتظاهرين بهذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تريد أن تخدر المواطنين من جديد بالوعود، والوعود التي لا تنفذها فيما بعد، وأيضا تريد أن تستخدم كل وسائل العنف والوعود لتخدير المواطنين من جديد وعودتهم إلى منازلهم كما فعلت في المظاهرات السابقة. ولكن يبدو أن المواطنين أخذوا درسا كبيرا من التجارب السابقة ولا يريدون تكرارها هذه المرة أيضا، لذلك إلى الآن لم يخضعوا ولم يستمعوا إلى هذه الوعود وهم مستمرون في الخروج، رغم أن أعداد الضحايا يعني اقترب 100 شهيد وأكثر من 1000 جرح جريح. 4000 نعم حسب مفوضية حقوق الإنسان. نعم هذا الرقم كبير جدا، يعني ماذا لو استمر المظاهرات لمدة شهر؟ هل سيقوم الحكومة العراقية بإبادة شعب كامل لأجل مصالح سياسية ولأجل الحفاظ على أجندة خارجية؟ سيشاه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تحدث عن لقاء ممثلي التظاهرات، لكن المتظاهرون نفوا هذه الخطوة، لكن في هذا الإطار هل ستنجح الحكومة بهذه الخطوة في الالتفاف على التظاهرات وبالتالي تسويفها؟ هذه الطريقة تم استخدامها سابقا في المظاهرات السابقة، الطريق خلق ممثلين للمظاهرات ومن ثم إرضائهم بمطالب شخصية بتحقيق مطالب شخصية وبعدها تخلوا عن المظاهرات، وإلى الآن لا يوجد من يمثل هذه المظاهرات حتى يجلسوا معها، فهي محاولة لتخدير الرأي العام بأنهم جلسوا وحققوا مطالبهم، لأن مطالب المتظاهرين لا يمكن أن يتحقق بشكل سهل أو بجلسة أو جلستين من قبل البرلمان أو الحكومة، وبالتالي هذا نوع من الأنواع الوسائل والطرق التي يتبناها الأحزاب السياسية الحالية لإنهاء المظاهرات وتخدير الشعب من جديد ولا يمكن التعويل عليه. سيشاهو ماذا تتوقعون في الأيام القادمة؟ هل ربما ستزداد وتيرة التظاهرات الشعبية التي ترفض الفساد وتفرد الأحزاب بالسلطة؟ بلا شك أتوقع أنها سوف تزيد لعدة أسباب، أولا بسبب استخدام العنف المفرط من قبل السلطة، هذا سوف يزيد من الحماس الجماهير وسوف يدفع يعني طبقات أخرى من المجتمع للمشاركة، والسبب الآخر لا يوجد إلى الآن خطوة يعني ناجحة أو فعالة لتحقيق مطالب المتظاهرين، هناك أطراف سياسية تريد تركب الموجة وتريد تستغل هذا الحراك للمساومة مع أطراف أخرى، وبالتالي كل الأسباب تدفع المواطنين للخروج أكثر والمطالبة بحقوقهم إلى أن يتحقق وإلى أن يخضع السلطة الحاكمة بدل محاولته التسويف وقمعها بالقوة كما يفعل الآن. من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لكم.